ناقش وزراء الطاقة والبترول العرب خلال جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة آخر التطورات في سوق النفط وخططهم الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء. وزير البترول المصري المهندس طارق مولا قال إن بلاده ملتزمة بتعهداتها السابقة فيما يتعلق بتصدير الغاز عندما تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، متوقعا أن تتوقف بلاده عن الاستيراد عام 2018، وأن بلاده لديها استراتيجية لإصلاح قطاعي الغاز والكهرباء، لافتا إلى أن بلاده اضطرت في مرحلة ما إلى اللجوء إلى القطع المبرمج للكهرباء نتيجة تراجع الإنتاج لمادة الغاز في حقولها وعدم القدرة على الاستيراد. مستشار وزير البترول العراقي ضياء جعفر أكد أن العراق يسعى للوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل نفط يوميا عام 2020، وأن بلاده حققت تقدما ملحوظا في مجال استكشاف النفط، وأن إجمالي حجم الإنتاج في العراق يبلغ 4,750,000 برميل يوميا. نناقش المشاريع التي أنجزت والمشاريع التي هي قيد التنفيذ أو قيد الإنجاز حتى نتمكن من بحث أفضل السبل للاستمرار في الحفاظ على سوية مرتفعة في قطاع الطاقة. الحضور هذه السنة كان مميز في هذا المؤتمر، وفود من أكثر من 40 دولة شاركت، وتم مناقشة أبرز المشاريع، منها مشروع صخر الزيت الذي تم تحقيق إغلاقه المالي قبل أسابيع، أيضا احتمالات تنفيذ أنبوب النفط من البصرة إلى الأردن، وأيضا مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع مشروع الطاقة النووية التي نتحدث عنه. يعني نتحدث عن مسارات متوازية في قطاع الطاقة وهي تنسجم مع استراتيجية القطاع.